بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. إن هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات والروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت النبوة تكشف لنا منزلة الشهادة وعظمتها في الإسلام، وتبين لنا أهميتها وعظمتها ودورها الفاعل في ساحة المواجهة بين الحق والباطل، حيث تحيط الإنسان المسلم حالة من الإطمئنان والسكينة حينما يقدم أغلى ما يملك في سبيل عزته وقضيته ومبدئه، ولا يتردد لحظة واحدة بعد معرفة كيف يكون وبأي منزلة وبماذا خصه الله تعالى وكرمه. لذا فالإنسان المؤمن يكون قادرا على مجابهة أخطر الأسلحة وفتكها، والتجارب التاريخية بماضيها وحاضرها شاهد حي على هذه الحقيقة الواقعية. فمنذ عهد رسول الأكرم صلى الله عليه وآله بماضيه وحاضرها شاهد حي على هذه الحقيقة الواقعية فمنذ عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مرورا بعصور الأئمة المعصومين عليهم السلام، نشهد ما سطره المسلمون من ملاحم جهادية وما قدموه من تضحيات بطولية لأجل الدين والمبدأ والعقيدة. وعندما نعرج على تاريخنا المعاصر نشهد ما صنعه أبطال حزب الله في جنوب لبنان، وكيف خاضوا أشرس المعارك ضد العدو الأمة الكيان الصهيوني حتى أجبروه على التقهقر والتراجع والانسحاب رغم كل ما يملك من عتاد وسلاح. وها هي بحرين الحبيبة، عندما قرر شعبها الثورة على الظلم والجبروت قدم الشهيد تلو الشهيد، القربان تلو القربان. أليس دم الشهيد القائد عبد الرضا أبو حميد هو الذي أخرج جيش الأجرام الخليفي من ميدان اللؤلؤة فأطلق على هذا الموقع ميدان الشهداء تيمماً به وبالشهداء الأبرار؟ فحتماً دماء الشهداء سترسم الطريق نحو النصر الأكبر، وسنهزم بها الكيان العدو الخليفي قريباً بإذن الله. هذه المشاهد الجميلة حين نتلاحم دماء الشهداء الإسلام في مختلف العصور مع دماء شهداء عصرنا ووطننا لتلخص دروس الشهادة والجهاد على طريق الحق من أجل العقيدة المبدأ والدين، لتكون الحياة مقابل الموت والأبدية مقابل الفناء والعزة مقابل الذل. لا بد وأن تكون خاتمتها كما وعد القرآن الكريم: خاتمة السعادة الأبدية السرمدية الخالدة. آباء الشهداء وأمهات الشهداء، زوجات الشهداء وأخوات الشهداء، أبناء الشهداء، يا من قدمتم أغلى ما تملكون في وجودكم، لسنا أهلا لنتحدث عن المقام السامي للشهداء، فبيان القرآن واضح وجلي في هذا الصدد، كما أن الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام تطرقت بشكل كبير لأثر الشهداء في مجتمعاتهم. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم استشهاد زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة في حرب مؤتة مع الروم إنه قال: أخذ اللواء زيد فقاتل به فقتل، ثم أخذ اللواء جعفر وقاتل وقتل، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وقاتل فقتل. فبكى أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وهم حوله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: وما يبكيكم؟ فقالوا: وما لنا لا نبكي، وقد ذهب خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا. فقال لهم صلى الله عليه وآله: لا تبكوا، فإنما مثل أمتي مثل الحديقة، قام عليها صاحبها فأصلح رواكبها وبني مساكنها وحلق سعفها، فأطعمت عاما فوجا ثم عاما فوجا ثم عاما فوجا، فلعل آخرها طعما أن يكون أجودها قنوانا وأطولها شمراخا. والذي بعثني بالحق نبيا ليجرن عيسى بن مريم في أمتي خلفا من حواريه. أيها الأحبة، إن دم الشهيد قنبلة متفجرة دوما بوجه الطغاة تؤرقهم في ليلهم ونهارهم، كما هي شمعة منيرة دوما لطريق الأحرار والثوار تبعث فيهم الإصرار والأمل. ختاما، إنما حينما نحيي ذكرى الشهداء ونجتمع لنؤبنهم ونخلد مواقفهم وبطولاتهم ودفاعهم عن دينهم ووطنهم، فأننا نحتفظ بحقيقة تاريخية ونبقيها حية متجددة للأجيال ليستلهموا منها دروس الشجاعة والإقدام
ولتكون ذكراهم من العوامل المهمة لاستمرار محاربة الظلم والفساد وتطهير الأرض من الظلم والظالمين والطواغيت والجبابرة والمستكبرين ونشر الحق والعدل بين الناس. لذا نؤكد على أهمية الاهتمام بإحياء ذكرى الشهداء وتجديد العهد والوفاء معهم حتى يكتب الله لنا نصرا عزيزا من عنده، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، السبت 22 يوليو، حزيران 2013، البلاد القديم البحرين المحتلة. بالروح بالدم نفديك يا شهيد.